الله الرحمن الرحيم. أكاديمية ناصر لتعليم التنس الأرضي تحييكم النهاردة مع اللاعبة المميزة الألمانية شتيفي جراف. شتيفي جراف هي ألمانية الجنسية، قرت في الملاعب تقريبا حوالي 17 عام متواصل داخل الملاعب. كان أمتعت في خلال ال 17 سنة الكثير من السيدات اللي هم لعبوا معاها، وامتعت جماهير عريضه من الرجال ومن النساء في على مستوى العالم ومستوى اوروبا. كان ليها لعب داخل الملعب ذات فعاليه ممتازه جدا. وكانت محب اللعبه وعشاقها تملي يحبوا دائما يتفرجوا على ماتشات شتيفي جراف كلها. كان عندها فنون جميله داخل اللعبه، ولاقت مع زميلاتها يعني دروسا قويه، يعني اتعلموا منها دروس وتعلموا منها احترام الذات داخل الملاعب. وقد احترفت شتيفي جراف وهي عندها تقريبا 13 عام. يعني هي احترفت سنه 1982، كانت في تلك الفتره عندها 13 سنه. ولكنها ظهرت بقوه، قوه جامده جدا على الساحه. يعني في الفتره دي كانت موجوده مارتينا نفرتروفا وكانت موجوده كريس ايفر. وطبعا لما هي بدات تنافس وتهدد عرش الامريكيتين دول نفرتروفا وايفر، كانت هي لعبت مع تقريبا في 16 اغسطس 87 وهزمت كريس ايفر. لا يعني قابلت كريس ايفر، ودي اللي ادتها شهره، ادت شتيفي جراف شهره كبيره جدا لما هزمت كريس ايفر وفي نهائي بطوله لوس انجلوس في اللي تقفز الى المركز الاول في تلك العام. وخلال مشوارها حققت جراف انتصارات عظيمه مذهله داخل التنس في اوروبا وفي البطولات اللي داخلها. فقد فازت في 22 بطوله تقريبا من بطولات الجراند سلام اللي احنا قلنا عليهم، اللي هي رولان جاروس وامريكا المفتوحه واستراليا المفتوحه ويمبلدون. تصل الى المركز الثاني، وصلت الى المركز الثاني وفي بطولات، وفازت بالاربع بطولات العظمى خلال عام واحد. يعني حصلت على رولان جاروس، حصلت على ويمبلدون، حصلت على استراليا المفتوحه، حصلت على امريكا المفتوحه في خلال سنه واحده. وده تعتبر من المميزات او يعتبر من اللعيبه اللي ذات ميزه في هذا المجال. وفازت بثلاث ميداليات اولمبيه. وايضا خدت ميداليات ذهبيه واولمبيات في لوس انجلوس 84 عندما كانت ما زالت لاعبه استعراضيه في تلك الفتره. ثم خدت فضيه في دوره برشلونه، وخدت ذهبيه في سول سنه 82 في الاولمبيات سول عندما اصبحت لاعبه رسميه. وقد ربحت جراف من انجازاتها وانتصاراتها في التنس حوالي 21 مليون دولار حققتهم في اللعب وفي تقريبا يعني. وكان شتيفي جراف تمتاز بانها ليها برضو في داخل الملعب رونق خاص، وليها مبدعيها وليها متفرجين شتيفي جراف. وبصراحه حصلت على بطولات بجداره وبذكاء وبحنكه. شكرا.